سيداتي سادتي وطني كان عندهم احترام للنشيد الوطني المتحدة. مجدي يا صاحبي حد يدور عليك. يا سيدي مجدي على الرغم من هزيمة منتخب مصر لكرة القدم أمام منتخب البرتغال 1-2 في مباراة ودية في إطار الاستعدادات لكأس العالم في روسيا 2018، ولكن أداء المنتخب المصري حظى باحترام وتقدير دولي واسع ومؤازرة قوية من الجماهير المصرية التي تدفقت على زيورخ من كل بقاع أوروبا، خاصة الجاليات المصرية في النمسا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وغيرها. المنتخب المصري رغم هزيمته المفاجئة اتسم بارتفاع مستوى الأداء وبممارسة الكرة الحديثة والسريعة، مما مكنه من التقدم على المنتخب البرتغالي حتى الدقيقة 90، حيث كان أكثر من ند قوي لبطل القارة الأوروبية. التوفيق غاب عن المنتخب المصري في الدقائق الأخيرة، ولكن ذلك لا يقلل من جهود الفريق وعلى رأسهم النجم العالمي محمد صلاح وزملائه، وكانت المباراة بمثابة تجربة مفيدة قبل انطلاق منافسات كأس العالم في يونيو المقبل. وينقل هذا التقرير انفعالات الجماهير المصرية من داخل المدرجات في استاد زيورخ، وذلك قبل دقائق من بداية المباراة، حيث كانت المشاعر الحماسية في أوجها، وكانت الثقة والفخر يسيطران على مشاعر الجماهير قبل هذه التجربة الكروية الهامة والمفيدة. Thank you.
وبالرغم من الهزيمة يتطلع المصريون إلى نتائج أفضل في مباراة اليونان القادمة، وأن يكون منتخبنا القومي الحصان الأسود وصاحب المفاجآت السعيدة في منافسات كأس العالم القادمة. تقرير أسامة نصحي.